مسلسل مليحة هيبتدي عرضه على قنوات المتحدة من يوم 16 رمضان، والحقيقة مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والأردنيين والفلسطينيين بيشاركوا في هذا المسلسل. خليني أقول لحضراتكم كده، طبعا النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجم دياب وأستاذ أشرف زكي وأمير المصري، مش عايزة أنسى أي أسامي، سيرين خاس ومجموعة من الفنانين الأردنيين. ويمكن معانا دلوقتي على الهاتف الفنان أنور خليل. مساء الخير على حضرتك، وعايزاك تكلمنا عن المسلسل وعن دورك في مسلسل مليحة ورسالته للعالم. أولا مساء الخير وتحياتي إليك وللأخوة المشاهدين في مصر الحبيبة والعزيزة على قلوبنا. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك بخير. وكل عام وشعب مصر العظيم بألف خير. وبهذه المناسبة تسمحي لي أوجه تحية للشعب الفلسطيني، شعبنا المقاوم اللي بمر في أحلك ظروف، ونترحم على شهدائهم وندعو لمصابينهم بالشفاء. الحقيقة الخطوة الرائدة اللي قامت فيها المتحدة بإنتاج عمل يتناول الجانب الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني كانت يعني فكرة رائعة وعظيمة، أنه احنا نقدم معاناة الإخوان في غزة بالسنوات السابقة، طبعا لا نتعرض لهذه الفترة الحالية، من خلال عائلة أنا أقوم بدور جد هاي العائلة، وهاي العائلة تتعرض إلى ظروف في الانتفاضة الأولى في غزة، ثم تنتقل إلى خارج غزة للعمل في ليبيا إلى أن تحدث الأحداث في ليبيا وعودتهم لخروجهم من ليبيا، محاولة العودة إلى غزة مرة أخرى، والظروف اللي بمروا فيها والمساعدات التي تقدم لهم من الإخوان المصريين الجيش المصري وكيف تمت مساعدتهم. بدناش نحرق المسلسل، خلي الناس يشوفوه بشغف، إنما هو يعني عمل جميل وفي نخبة رائعة من الفنانين زملائنا الإخوان في مصر، إضافة لأنه إحنا تعاملنا مع مخرج عظيم الحاج عمرو عرفة ومجموعة العاملين بالمسلسل. بديش أنسى حدا لأنه الكل كان رائع والكل كان جميل، وبالنسبة لي كممثل كانت تجربة جميلة بعد غياب عن مصر. أنا كان لي آخر تجربة بمصر بال2009 مسلسل في إيد أمينة مع الفنانة يسرى، فغبت فترة عن القاهرة وعدت إلى القاهرة بعمل أعتقد أنه راح يكون له صدى ويحقق نجاح كويس، الناس عم بتتابع البرومو بشكل كويس. يعني أنا موجود حاليا بدولة الإمارات، عندي تصوير مسلسل، الناس بتشوفني بالشارع عم بيحكوا عن المسلسل وعم بتابعوا البرومو وبستنوا وقت عرضه بشغف كبير. صحيح، من اهتمامنا بالقضية. أستاذ أنور، عايز أسأل حضرتك، بتقولي ما كنتش موجود في الدراما المصرية من 2009، اللي أنت شايفه اتغير في الدراما المصرية خلال هذه السنوات من خلال مشاركتك في مسلسل مليح؟ يعني في تطور، طبعا في تطور بالدراما بشكل عام، بالتكنولوجيا وبالمعدات وبالتصوير وبالصورة وباللون وباللوكيشن، ووجود مدينة زي مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر أكيد يعني عملت للدراما المصرية طفرة بتوفر مواقع تصوير رائعة جدا، وكمية الاستوديوهات الموجودة بالقاهرة اللي مش موجودة في أي بلد عربي ثاني حقيقة. يعني المنطقة اللي رحنا عملنا فيها إحدى الديكورات استوديوهات اللي بشبرمنت، مع أني أنا بعرف الاستوديوهات عادل مغربي قبل هيك، لكن في تطور في كل نواحي العملية الدرامية، إضافة لأنه ما عادش في بخل على الإنتاج الدرامي. يعني الإنتاج الدرامي يعني عم بيقدم بصورة ويصرف عليه وتقدم له كافة الإمكانيات. حضرتك في موسم دراما رمضان 2024 تابعت أي مسلسل أو بصيت على حاجة؟ والله والله يا عزيزتي للأسف أنا خلصت بتصوير بالقاهرة قبل رمضان بيوم بالضبط، وأنا أحب القاهرة في رمضان، فبقيت عند صديقي لي 3 أيام حتى أروح الحي الحسين والأحياء الشعبية والسيدة وأشوف رمضان بالقاهرة. زي ما بقولوا رمضان في مصر حاجة تانية، بيبقى منور بكل ضيوفنا من كل الدول العربية أكيد بكل تأكيد. وبعدين نزلت الأردن يومين بس وجيت الإمارات عندي تصوير مسلسل اسمه الشبكة. بتمنى لك كل التوفيق وببارك لك طبعا على المسلسل. شكرا جزيلا الفنان أنور خليل، شكرا على وجود حضرتك معنا.